السلام عليكم طلابي الأعزاء، الله يعطيكم العافية. رايحين نتابع اليوم بالحصص التأسيسية، وعندنا هذه آخر حصة تأسيسية. إيش قلنا بالحصة السابقة؟ قلنا تحدثنا عن تحصيل المتجهات. آخر شيء قلنا عندنا الكميات المتجهة، الكميات المتجهة بلزم أكون خبير في التعامل مع محصلتها. طب كيف بحصلها؟ في عندنا القانون العام وحالات وخاصة بستخدمهم. لما يكون عندي متجهين، تمام، لمتجهين بقدر استخدم القانون العام وحالات الخاصة. لو كان ثلاث ممكن اعمل اثنين وجوابهم اللي بيطلع اشتغله مع الثالث، لكن اذا كان اكثر من ثلاث اربع خمسة بتصير الامور صعب شوي على القانون العام بتغلب، فبلزم شيء اخر اللي هو احنا بنسميه التحليل الى مركبات متعاملة. اذا عنوان حصتنا اليوم حساب محصلة المتجهات باستخدام التحليل إلى مركبات متعامدة. إلى مركبات متعامدة، طب يا أستاذ هذا إمتى راح يمر معي؟ راح يمر معي بدراستنا للمنهج على فترتين، راح يمر معي بالوحدة الأولى أثناء دراسة التصادمات لأنه بده يكون في عندي زوايا وتحليل، وراح يمر ايضا معي بالوحده الثالثه اللي هي الكهرومغناطيسي فيها متجهات، لانه المجال المغناطيسي كميه متجهه فبنتعامل معه كمتجه. طيب اذا فاهمين هاي بتمر معي بالوحده الاولى وبالوحده الثالثه اني استخدم التحليل. يعني ممكن نفترض انا وياكم هذا المستوى الديكارتي، هاي المستوى الديكارتي، وخلينا نفترض يا جماعة الخير سويا انه انا عندي هذا المتجه، ايش بدي اسميه؟ بدي اسميه ايه؟ تمام، لنفترض ان هذا المتجه ايه، وخلينا اسميه A1 ويميل بزاوية بدي اسميها ثيتا 1، وخلينا نفترض متجه اخر اسمه A2 ويميل بزاوية ومعطيني اياها اسمها ثيتا 2، وافترض متجه اخر ثالث هيك اي 3 جاي بهذا الشكل، وخلينا نفترض انه بيعمل زاويه بدي اسميها ثيتا 3. طيب شو الفكره الاساسيه هون؟ انه نستخدم التحليل. كيف احنا بنحلل؟ درسنا بصف 11، فخلينا نستخدم الالوان بلو الازرق. القاعدة بتقول كل متجه مائل يمكن تحليله إلى مركبتين، مركبة سينية وصادية، مع الزاوية كنا نسميها بصف 11 إيش نسميها؟ كوساين. مع الزاوية نسميها كوساين. إذا هاي A1 بدي يكون إلها مركبة اسمها A1 كوساين ثيتا 1. ليش حطيت هون يا أستاذ كوساين؟ لأنه مع الزاوية، والثانية المركب الثاني بضع لها انا ساين، اشتقناها قبل هالمرة، يعني مش مطلوب منك الاشتقاق، بس بدي تعرف مع الزاوية كوساين والشقة الثانية بتحط لها ساين، هي A1 ساين ثيتا 1 ذهبون. تمام؟ إذا A1 يميل بزاوية ثيتا، إيش بدنا نعمل فيه؟ بدنا نحلله لمركبتين كوساين وساين. ليش حطيت هون الكوساين؟ مع الزاوية كوساين والشقة الثانية ساين. نتابع. هلأ خلينا نيجي لـ A2، أيضاً A2 تميل بزاوية ثيتا 2، فبالتالي أيضاً نحتاج إلى تحليلها إلى مركبتين. مع الزاوية إيش بدي أسميها؟ بدي أسميها كوساين، إذاً هذه A2 كوساين ثيتا 2، أي متجه مائل يجب تحليله. A2 كوساين ثيتا 2، والمركب الأخرى بده يكون اسمها ساين، إذا هي A2 ساين ثيتا 2، تمام؟ لها مركبتين مع الزاوية كوساين والثانية بدها تكون ساين. بضل عندي مركبة المتجه اللي هو A3، فبالتالي هذا بده يتحلل لمركبتين مع الزاوية والزاوية تحت. ايش بدي اسميها؟ كوساين A3 كوساين ثيتا 3، تمام؟ والشقة السينية ايش بدي اسميها؟
بده يكون اسمها ايه؟ 3 ساين ثيتا 3. هيك بكون حللت كل المتجهات المائلة. هيك الأمور تمام. إذا أول خطوة لما يكون عندي كمشة متجهات وبتميل بزوايا يجب أن نستخدم التحليل. بعد ما حللت إيش بدي أعمل؟ بدنا نتبع قوانين حساب المحصلة. بقول أنا عندي مركبة سينية وعندي مركبة صادية، فبروح بوجد مجموع AX. عندي إشي على السينات وإشي على الصادات. ببلش بالسينات، بعمل مجموع AX. إيش في عندي على السينات؟ في عندي، نبدأ باليمين، مجموع AX قانونها اللي على اليمين اللي هم X موجب ناقص اللي على اليسار اللي هم X سالب. إيش في عندي على الإكس موجب؟ عندي A1 كوساين ثيتا 1، A1 كوساين ثيتا 1، صح؟ زائد A 3 ساين ثيتا 3، A 3 ساين ثيتا 3، هدول اللي على اليمين. A1 كوساين ثيتا 1، A 3 ساين ثيتا، اللي بيسأل ليش حطيت هون ساين؟ كمان مرة، مع الزاوية يا أستاذي، مع الزاوية كوساين، مع الزاوية كوساين، والشقة الثانية ساين. هاي بكون حللت، كتبت اللي على اليمين. في شيء ضل على اليمين؟ لا، إذا قد تكون مجموع AX اللي على اليمين ناقص اللي على اليسار. ناقص، إيش عندي على اليسار؟ عندي A2 كوساين ثيتا 2. هيك بتكون انت تمام، اوجدت مجموع AX، اشتغلت اللي على اليمين ناقص اللي على اليسار. بدك تشتغل نفس الشيء بس مجموع AY. ايش قانون AY؟ مجموع AY اللي هم اللي فوق ناقص اللي تحت، الاعلى ناقص الاسفل، اللي هم موجب Y، يعني الاعلى اللي هم الموجب Y ناقص اللي تحت اللي هم ناقص Y، فبدون مركبات متعاكسه. ايش في عندي للاعلى؟ عندي A1 sin theta 1، A1 sin theta 1 زائد A2 sin theta 2، تمام؟ A1 sin theta 1 زائد A2 sin theta 2، هذول للأعلى، ما أقصلي للأسفل. إيش في عندي للأسفل؟ عندي A3 cosine theta 3، تمام. لغاية الآن الأمور تمام. أول خطوة أن نحلل، حللنا. بعدين بعمل مجموع AX اليمين ناقص الشمال، ومجموع AY اللي فوق ناقص اللي تحت. ما هي الخطوة الثالثة؟ الخطوة الثالثة إيجاد المحصلة مقدارا. اكتب اكتب اللي على البورد. هلا صار عندي مركبات متعامدة، مجموع AX ذهب ذهب ذهب. صار عندي مركبة كلياتها ممكن تكون باليمين او ممكن تكون لليسار حسب الاكبر. يعني احنا بنطرح اليمين ناقص اليسار، بيطلع معي يا موجب يا سالب. اذا طلع معي موجب بتكون مجموع ال اكس على الموجب اكس، اذا طلع معي سالب بتكون مجموع تابع. من كمان مره، شو احتمال يصير عندي؟ احتمال مجموع اي اكس تطلع معي موجب الى قيمتين، يا بتطلع موجب او بتطلع سالب. اذا طلعت موجب بتكون يعني المحصله للموجب اكس، اذا طلعت سالب بتكون محصله بالناقص اكس للمركب السيني. كمان مره، يا بيطلع معي زائد يا سالب. اذا زائد المحصلة السينية للإكسات بتكون بالموجب، إذا سالب للناقص إكس، نفس الشيء. مجموع ال واي إذا بتطلع موجب بتكون المحصلة لفوق للمركب الصادي، إذا سالب لتحت. فالمهم راح يطلع معك مركبتين سواء فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذول المركبتين متعامدتين، يعني مجموع اي إكس مجموع اي واي عمودية بعض، سواء كانت هاي يمين أو شمال بتضل الزاوية 90، هاي لو كانت لفوق أو تحت راح تضل الزاوية 90. وكيف إحنا بنوجد إيه الكلية؟ يعني محصل الكلية، كيف نحسب المحصلة الكلية مقداراً؟ بدنا نستخدم فيثاغورس.
فيثاغورس ايش بيحكي لنا؟ بقول المحصلة لما يكونوا متعامدين زي ما تفضلت جنى، قال جنى بتقول تربيع ممتاز، مجموع AX تربيع مركب السيني تربيع زائد مجموع AY تربيع، والمحصلة تكون بيناتهم، متفقين؟ دائما المحصلة بين المركبتين، بين المركبتين تكون هون المحصلة، هذه تسمى بـ ANET. ANET إيش يعني ANET؟ اللي هي المحصلة. طيب هيك جبت المحصلة مقدارا، بضل علي أجيبها اتجاها، كيف بقدر أجيب المحصلة اتجاها؟ بالعقل نقول بدنا نفرض هذه الزاوية ثيتا واللي هي بتحدد اتجاه المحصلة، أي القوانين أحب إليك؟ قانون التان، تان ثيتا يساوي المقابل، هاي مجموع اي واي اسمها مقابل، يعني بقدر انقلها هون، هاي بقدر انقلها هون، بس انت بدون ما تنقلها خلي في بالك اللي حدا الزاويه بنسميه جار مجاور، وهاي اللي قبال الزاويه مقابل. فبالتالي تان ثيتا ايش قانونه؟ المقابل على المجاور، يعني مجموع اي واي على مجموع اي اكس، وبعدين بتوجد ثيتا انت بتعمل شيفت مع تان، بتعطيك الآلة الحاسبة تان الانفرس لمجموع اي واي على مجموع اي اكس، فانت بتكون اوجدت المحصلة مقدارا، ومن خلال هذا القانون تكون اوجدتها اتجاها. تمام؟ طيب هيك بكون اوجدتها مقدارا واتجاها. شو بدك قول؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هلا بدك تحل عليه مسائل؟ انا ما بدي اياك تحل عليه مسائل، مش وقت حل المسائل، بس نخوض بالمنهاج بنحل عليه مسائل. طب شو المطلوب منك بهاي اللحظه؟ مطلوب منك تحفظ القوانين، يعني بديش انا لما ادخل على المنهاج اقول لك تتذكر التحليل لمركبتين، تقول لا والله انا اخذته بصف 11 ونسيته، فبدي تكون على معرفه بالقوانين فقط، ما بدي تحل هلا مسائل، ما بدي ارهقك بالمسائل، فقط بدي تحفظ هالقوانين، ايمتى بنحل عليهم؟ بس ندخل على المنهج وبشكل دقيق ومفصل باذن الله. طيب هلا بالنسبه للمنتجات الامور تمام، بالامكان الكتابه. اكتبوا هذه الصفحه وخلينا نتابع. نتابع. العلاقات بين الكميات الفيزيائيه. بين قوسين ايش يعني علاقات؟ يعني طردية ام عكسية؟ ام عكسية؟ كيف اعرف؟ وايش ايش هذا بيلزمني؟ عرفت طردي ايش يعني طردي وايش يعني عكسي؟ خلينا نفترض مثال، خلينا ناخذ اللهم صل على سيدنا محمد، ناخذ قانون نيوتن الثاني اف تساوي ام في اي. تمام؟ هلا لاحظ ايش الطردي وايش العكسي؟ العلاقة الطردية، العلاقة الطردية اللي بكونوا قبال بعض، يعني صح في مساواة؟ قبال بعض هي علاقة طردية، يعني اف مع ام طردي، اف وهذه رمز الطردي. ايش يعني طردي؟ كلما زادت الكتلة زادت القوة. علاقة طردية، زادت بتزيد، قلت بتقل. ايضا الاقبال بعض طرديه، ها يساوي وكميتين اقبال بعض، هاي تسمى طرديه. تمام؟ يعني اذا زادت بتزيد واذا قلت بتقل. وعد اللي بيفهم هذا الا يصير ملك ويعطي اجابات سريعه بدون ما يمسك قلم. هلا بوضح لكم مزيد. بس دققوا معي. ايضا القوه اقبالها مين؟ التسارع. فبالتالي ايضا هذه العلاقه طرديه، يعني القوه طرديه مع التسارع. كلما زاد التسارع تزداد القوة، وكلما زاد قل التسارع بتقل القوة. واضح؟ إذا متهيألي العلاقة الطردية واضحة، قبال بعض على اليساوي. ما هي العلاقة العكسية؟ العلاقة العكسية بكونوا مضروبين في بعض ضرب، بكونوا مضروبين في بعض ضرب، زي إم وإيه. علاقة الكتلة مع التسارع هدول مش قبال بعض، هدول مش قبال بعض، هدول مضروبين في بعض ضرب. إذا علاقة الكتلة عكسية مع التسارع، علاقة الكتلة
عكسية مع التسارع، إيش تقصد يا أستاذ؟ وش هيك رمز العكسية؟ يعني إم عكسي مع إيه، هيك عكسي. طيب إيش بتقصد؟ بقصد كلما كانت الكتلة أكبر قل التسارع، كل ما بتزيد الكتلة بقل التسارع، هاي تسمى علاقة عكسية. طيب بإيش بيلزموني بالامتحان؟ هلا بحكي لك إيش بيلزموني. في شكل ثاني للعلاقة العكسية، خلينا ناخذ قانون هيك يكون في بسط ومقام. مثلا كم سؤال، المقاومة، المقاومة مثلا R قانونها رو بي ال على ايه. هلا اتفقنا المضروبين في بعض علاقة عكسية، ضرب بعض يعني اكس ضرب واي، هدول علاقتهم ايش؟ عكسية. ايضا الاقبال بعض، بس واحدة بالبسط وواحدة بالمقام أيضا هي علاقة عكسية. يعني إذا عندي كمية بالبسط وكمية بالمقام تسمى علاقة عكسية. يعني عندي هون مثلا مقاومة، وهي إيه؟ علاقة مساحة. إيش علاقة المساحة مع المقاومة؟ عكسية، بمعنى كلما زادت المساحة قلت المقاومة، وكلما قلت المساحة زادت المقاومة. تمام؟ أجل سؤالك يا ملك، معلش بزيادة شوي، أجل سؤالكم بس خلينا نوصل الفكرة. طيب اعرفت علاقة طردية واعرفت علاقة عكسية، ايش بفيدني هذا الكلام؟ هذا بفيدني لمعرفة التضاعفات، بفيدني هذا الكلام لمعرفة التضاعفات. خلينا ناخذ مثال، بيجيني سؤال مثال بسيط، ناخذ F تساوي M في A. قانون نيوتن الثاني بقول لك جسمان أثرت عليهم نفس القوة، جسمان أثرت عليهم نفس القوة، الأول كتلته M والثاني كتلته الضعف 2M. تمام؟ قارن مثلا بين تسارعهم، بين تسارعهم، باجي بقول هو معطيني M1 تساوي M، تمام؟ وM2 كتلة الجسم الثاني معطيني اياها 2M، وبيسألني عن التسارع، تسارع لكل منهم، وحاكي لي بالسؤال اف مالها ثابتة. باجي بقول هو حكى لي نفس القوة أثرت عليهم، بثبوت القوة ما علاقة الكتلة مع التسارع؟ علاقة عكسية. إذا باجي بقول بثبوت القوة علاقة الكتلة عكسية مع التسارع، عكسية مع التسارع. إيش المعنى يا أستاذ؟ بمعنى الذي كتلته أقل، كتلته أقل تسارعه أكبر. مين اللي كتلته أقل؟ M. طب شو معامل التضاعف؟ شو الفرق بين M واثنين M؟ اللي هو الرقم اثنين. إذا اللي كتلته أقل قوته أكبر، إذا F1 بدها تكون أكبر من F2 تساوي إشي ب F2. وإيش هو الرقم اللي معطيني اياه بالسؤال؟ اثنين، بحط اثنين، اذا اف 1 تبقى 2 اف 2. هل في تربيع بالقانون؟ لا. الكتلة الأقل قوة أكبر، وإيش الرقم اللي بيناتهم؟ اثنين، فخلص اف 1 2 اف 2. هلا في طلاب ما بفضلوا هذه الطريقة، مش على خاطرهم، بنقول لهم مع الوقت لازم تفضلها. ايش بيستخدم؟ بقول لك لا، أنا بحب لما بدي أشبك شغلتين مع بعض أقسمهم مع بعض. بقول له والله طريقة ممتازة. F1 على F2 هيك بقول لك أنا بحب أقسم على بعض وبقدر أعرف النسبة بيناتهم. بقول إيش قانون F1؟ M1 A1. إيش قانون F2؟ M2 A2. F1 على F2 وحكالي نفس القوة، فبختصرها، تختصر هذا، أعتذر، هو بيسألني عن التسارع، أعتذر، هذا مش F A1، أعتذر، هون بيسألني عن التسارع A، A1 ضعف A2، القوة ثابتة. تمام، كان بيسألني عن التسارع، فبالتالي هون القوة ثابتة، A1 تسارع A1 ضعف تسارع A2 لأنه كتلة أقل، فقسم F1 على F2 هي القوة ثابتة بتختصر. محل M1 شو بدك تعوض؟ M. ومحل M2 شو بدك تعوض؟ 2M. فبصير عندك 1 على 1 يساوي MA1 على 2MA2. فيك تختصر M مع M وتصير عندك 1 يساوي A1 على 2A2 وتضرب ضرب تبادلي، فبصير عندك A1 ضرب 1 يساوي 2A2، نفس هاي النتيجة. تمام؟ يعني بدك تشوف إذا العلاقة طردية بس بدك تأخذ هالرقم، وإذا عكسية بدك تعكسه. طيب
ناخذ مثال ثاني. هلا بتكتبوا، بس دققوا معي ثاني وحط على القلم وانتبهني. الطاقه الحركيه كي ايش قانونه؟ نص ام في تربيع. الطاقه الحركيه اخذنا قانون نص ام في تربيع. ممكن يجيك سؤال بقول لك جسم تضاعفت سرعته، ماذا يحدث لطاقته الحركية؟ هيك بقول طاقته الحركية، فاجي بقول في عقلي القانون كي نص ام في تربيع، تمام؟ هلا الكتلة تغيرت؟ لا، جسم تضاعفت، ما الذي اختلف؟ السرعة. إذا الكتلة ثابتة لم تختلف. الكتلة ثابتة ما اختلفت. من الذي اختلف؟ السرعة. قال تضاعفت سرعته، بمعنى في 2 أصبحت 2 في 1. تضاعفت تعني أصبحت الضعف ضرب 2. إيش علاقة السرعة مع الطاقة الحركية؟ فأجي بقول بعقلي علاقة السرعة مع الطاقة الحركية هي علاقة طردية، علاقة طردية. وأضف إلى ذلك يوجد تربيع، في عندي على السرعة إيش؟ تربيع. فبالتالي علاقة طردية وفي تربيع، يعني بيكون K2 يساوي K1، بس في رقم، إيش هو الرقم؟ اللي هو 2. وعلى 2 إيش بدي يكون في تربيع؟ لأنه السرعة مربعة، فبصير عندي K2 يساوي 4 K1. K2 4 K1، إذن العلاقة طردية وفي تربيع، فبالتالي 2 بدي أربع الرقم، تمام؟ هاي هي الفكرة الأساسية من التضاعفات. أو ممكن طالب يقول لا أستاذ كيف الطريقة الحل؟ من كل الطريقة الحل إنه نقسمهم على بعض مشان أعرف العلاقة بين K1 وK2، نقسمهم مع بعض. مثلا K2 على K1 يساوي، ما هو قانون K2؟ نص M V2 تربيع على نص M V1 تربيع. هلأ نص M مع نص M بتختصر لأنهم ثابتين، الكتلة ثابتة، ونص مع نص بتروح، ما في اختلاف بالكتلة. فبصير عندي K2 على K1 يساوي كم V2؟ 2 V1، 2 V1 لكل تربيع، و V1 هياتها V1 تربيع. بصير عندي K2 على K1 تربيع بيتوزع الضرب يساوي 2 تربيع 4 K V1 تربيع على V1 تربيع. اختصر V1 تربيع مع V1 تربيع، فبضل عندك K2 على K1 يساوي 4، واضرب ضرب تبادلي K2 4 K1 تطلع لنفس النتيجة. هذه الطريقة بدي تتدرب عليها. إيش يعني علاقة طردية وإيش يعني علاقة عكسية؟ علاقة طردية كلما زادت بتزيد، علاقة عكسية كلما زادت بتقل. بشوف الرقم، إذا في تربيع بربه، إذا فيش تربيع بخليه زي ما هو. هاي هي الفكرة الأساسية.